السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الله هنا. اليوم راح أتكلم عن موضوع جدا جدا مهم وأنا متحمس له صراحة. سويت عنه في البث مباشر وكثير من الناس عجبهم جدا كثير، فحاولت بعيده مرة ثانية وبطريقة مختصرة. كل الطريقة جدا بسيطة، هعلمكم كيف تنشوا حساب يا شباب في الانستغرام وتستثمروا فيه وبعد كيف تبيعوا يا شباب. أنا جربته كذا مرة وكل بعد شوية أشتري حساب أنشئ حساب وأحاول إني أخليه مشهور، أزيد متابعينه، أزيد الأشخاص اللي يتفاعلوا مع الحساب، بعد كده إيش أبيع حساب. طبعاً في مجالات كثيرة، على كل شخص يحب المجال اللي فيه يقدر يخش فيه، في مجالات كثيرة زي ما تشوفوا. تيجي تشوفوا مثلاً هذه اللكجور هومز اللي هي البيوت الفخمة، عندك الأماكن السياحية مثلاً، عندك الفنادق برضو الفنادق الفخمة طبعاً، عندك القطط، في كده أن الناس يحبوا القطط في العالم زي ما تشوفوا 11 مليون متابع، عندك ناس يحبوا الأكل، كثير من الناس يحبوا الأكل، أنا منهم طبعاً. شو اسمه، راح اقول لكم يا شباب كيف الخطوات. طبعا خطوات جدا بسيطه، تقدر تكسبوا منه يا شباب 1000 ل تقدر تكسبوا من $100 يا شباب لين 4000 10000 دولار حسب اجتهادك على حسب حساب اللي راح تبنيه يا شباب. الطريقه جدا بسيطه. الخطوه الاولى يا شباب تنشئ حساب من الصفر في الانستغرام. انا زي ما تشوفوا هذا حساب شارته من الصفر، تقدر تنشئ حساب جدا بسيطه، الكل يعرف كيف ينشئ حساب، ما احتاج اقول لكم هو يوم. بعد كده يا شباب الخطوه الثانيه، حاول نختار مجال معين يا شباب. زي ما تشوفوا انا اخترت المجال ايش اللي هو طبيعه، زي ما تشوفوا المناطق الطبيعيه او الفنادق الفخمه او زي كذا اشياء، حاجات مخصصه يا شباب زي ما تشوفوا انا مختص فيها بدقه عاليه. زي ما تشوفوا زي ما تشوفوا الحساب الثاني هذه 1.2 مليون اللي هي البيوت الفخمه، زي ما تشوفوا كل حولين العالم يا شباب. طبعا مو هو صاحب الحساب، مو هو صاحب البوستات، هو اخذ بوستات من اماكن ثانيه حولين العالم. زي ما تشوفوا جاي بس البيوت الفخمه، لو تضغط عليه شوف عندك 6000 تفاعل، عنده 8000 شخص سوى لايك على الحساب، معناته حساب وصل لعدد كبير من المشاهدين يا شباب. زي ما تشوفوا جدا جميل، حاط فيديوهات مثلا على البيت، حاول انك تكثر من الفيديو جدا مهم يا شباب. المجال الثاني اللي بعد كده اللي هو نفس مجال اللي انا داخل فيه اللي هو ايش، اماكن فخمه حول العالم، مو فخمه، اماكن طبيعيه مثلا، اماكن جميله جدا قويه. هذا المجال انا احب اخش فيه، هي أول مرة أجرب صراحة. أنا قبل كده خشيت في السيارات، كان مرة جميل، سويت كذا حساب في السيارات اللي هو فينو، خلينا نشوف هذا إيش طبيعي، خلينا نشوف هنا السيارات في كارز، وكذا حساب بيعته عن السيارات. تقدر تشوف أي حساب هنا كارز بافو، إذا بتشوف عنده 600,000 680,000 متابع عن مجالات السيارات الفخمة طبعا، زي ما تشوف الدرجة الأولى. جدا حساب جدا قوي، شايف الناس كانوا متفاعلين معاه. تقدر تسوي نفس الطريقه، هو بس تحط بوستات، تقدر تحط فيديوهات مثلا صوت الستارت انجن، يعني مثلا انواع واشكال السيارات في العالم. مجال جدا جدا جميل، انا حبيته صراحه عشان احب السيارات فخاش فيه، وكنت كذا حساب سويت فيه والحمد لله كسبت منهم. زي ما قلت لكم يا شباب، الخطوه الاولى حاول تنشئ حساب انستغرام جدا بسيط. الخطوه الثانيه بعد كده اختار مجال معين شباب جدا اتعمق فيه. بعد كده شباب الخطوه الثالثه، حاول تختار واحد من المشاهير الحسابات. زي ما تشوف هذا الحساب مشهور مثلا، خلني اختار مثلا احساس حسابي، انا بختار مثلا عن طبيعه، قلت لكم نفس المجال، فايش احاول ادور مثلا زي ما قلت لكم ادور فيديو. طيب ابغى فيديو افضل، انا افضل دائما الفيديو. حاول في البدايه يا شباب تختار 10 فيديوهات، حاول تنشرهم على طول قبل ما تروح الخطوه الرابعه. من لا فيديو طيب بسيطة عادي، خلينا ناخذ خلينا نختار مجال القطط. طيب كله فيديوهات زي ما تشوف هنا، هذا مجال القطط 11 مليون، يعني شوف هذا الشباب الحساب دوبه قبل ساعتين رسل هذا الفيديو 52,000 متابع. طيب الخطوة الثالثة يا شباب، تدخل على الحساب مشاهير مثلا هذا القطط، اضغط على الفيديو، انسخ الرابطة لفوق، بعد كده يا شباب ادخل على موقع اسمه ايوه داونلود انستغرام فيديوز. شوف زي ما تشوف انا احمد الفيديو قبل شويه اسمه داونلود انستغرام فيديوز، تخش عليه بعدين تنسخ الرابط، نفس الرابط تحطه بعدين تسوي داونلود، دقائق يحول لك هو على طول. بعد كده ايش تحميل داونلود، خلاص تحمل الفيديو عندك صار موجود عندك في الحساب. زي ما تشوف حاول تسويه 10 مرات 10 فيديوهات تكرار، بعدين حطوا حملوها في الحساب حقك. بعد كده يا شباب الخطوه اللي بعدها راح تروح ايش؟ تروح للحسابات نفسها اللي هي في مجالك انت اللي اخذت منه الفيديوهات، تدخل على متابعينهم تسوي ايش؟ فولو، تابع متابع تابع
انتبهوا يا شباب لما تسووا متابعه حاول انكم تسووا تقريبا كل ساعه 100 متابع تابع تقريبا مثلا تقريبا انت جالس على التلفزيون حاول تسوي طق 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 متابعات استنى ساعه بعد كم 100 متابعات هو انستغرام راح يوقفك لما توصل عدد معين عشان هو ما يبغاك تتابع ناس كثير في وقت قصير. انا ليش بقول لك روح لنفس الحساب اللي هو نفس المجال اللي انت فيه له عشان يا شباب هذول الناس لما يتابعهم انت شوفوا حسابك نسبه انهم راح يتابعوك مره ثانيه عالية أكثر من ما يكون مثلاً حساب مجال السيارات الإفتراضية. هذه نقطة جداً قوية. بعد كده يا شباب زي ما تشوف أنا دخلت على حساب البداية قبل ما أسوي البث وتابعت ناس كتير زي ما تشوف عندك 2000 شخص بسوي تحديث لقي يزيد. شايف كيف يا شباب؟ فزي كده دخلت عليهم أسيب فترة ألاقي حساب الحزين ألاقي ناس قاعد يتابعون ألاقي ناس قاعد يسوي لي لايك زي ما تشوف فيديو هنا لسه دوبي رشرته أنا 3000 مشاهدين. فهذه طريقة جدا قوية يا شباب راح تساعدك انك ايش تروح من الصفر اللي متابعين كثير في وقت قصير يا شباب جدا قوية جدا فعالة يا شباب. بعد كده يا شباب بعد ما خلاص فتحت حسابك تابعت ناس بنيت متابعين كثير عندك على حسب اجتهادك يا شباب. في ناس يقول لك لا انا ما فيه مدري ايش تبغى تكسب اوريك المكسب الكاسب كيف الناس قاعد تكسب نفس الطريقة اللي اسوي لك اوريكم هي يا شباب. مثلا بختار ايش هذا الموقع اللي هو تقدر تدخل فيه يا شباب وتبيع الحساب حقك الانستغرام اسمه شوشوال تيندا تدخل عليه زي ما اشوف في ناس كثير قاعد يبيع حساباتهم على مجال القطط مثلا البيتس زي ما تشوف حساب كم فيه متابع 2000 متابع ب $80 سوي هنا 3000 متابع ب $150 انا حسابي كم تقريبا 3000 دولار احاول اوصل 3000 دولار واقدر ابيعه بكم $150 يا شباب هذه 600 ريال في جيبي وانا ما سويت ولا شيء يا شباب. هنا شوف يا شباب الثاني عن نفس الايش هذه بيوت من الخشب 65000 متابع يا شباب عنده بكم قاعد يبيع الحساب ب $1500 خلينا نضغط عليه نشوف حساب تقدر تضغط عليه شوف وش زي ما تشوف يا شباب 24 شخص قدم له عرض يعني حساب عليه رغبه يا شباب يعني لو تخش ايش اسوي انا الحين احاول انسخ مثلا الاسم حقه اغلب الاحيان ما يحطوا لك الاسم عشان ما تروح تتكلم معاه وتقول له اديني ارخص بدل ايش تقعد بدل ما الموقع ياخذ نسبه فخلينا ندخل مثلا ما ادري هو ده نفسه اشوف كان عنده كم تقريبا 65000 هو نفسه هو ده حساب صح نفسه زي ما تشوف حساب كيف مرتب حاول ترتب حساباتكم في الستوريز فوق انا حارتبها في المستقبل ان شاء الله بحيث انها تكون اجمل زي ما تشوف حساب عليه تفاعل 1000 تقريبا متابع عنده 65000 عليه 1000 لايك جدا حساب متفاعل ناس في ناس كثير متفاعل مع الحساب فتلاقي حساب كبير يا شباب زي كده بسيط جدا هو مو سوى الفيديوهات هو بس اللي اخذ الصور من ناس ثاني وحطه عنده اخذ ناس ثاني انا نفس الفيديو اخذ هذا الفيديو نفسه والله نفس الفيديو اللي حطه تلاقيه في حسابي موجود فايش في كم مشاهدين 7000 متابع يا شباب جدا قوي الفيديو تقدر تسوي زي كده نفس الطريقه جدا بسيطه تقدر تربح فيه مبالغ جدا قويه يا شباب تستثمر فيه له بس تحتاج وقت ما تحتاج مبلغ اذا انت بادئ من الصفر منك عارف كيف تبغى تنتج راس مال بسيط عندك مشاكل تيجي تحط مثلا ساعه في اليوم ساعتين في اليوم وتقدر تكسب فيها تطلع مثلا 500 600 ريال في الاسبوع خلال اسبوع كامل طلع مثلا بنيت حساب زي كذا هذا كم حساب راح يبيع 6000 ريال تخيل المسح شباب 6000 ريال قاعد يبيع الحساب حقه على الانستغرام شوف كم شخص يبغى 24 شخص يقدم العرض يعني الحساب مرغوب ممكن هو يرفع السعر زي ما تشوف الحساب هذا هو ما عنده مشاكل حط الصوره تبي تتكلم معايا ما عندك مشاكل فهذا جدا جدا قوي تقدر تشوف مواصفات الحساب الكالتشر طب في واحد يسالني يقول لي سؤال ليش ما هم يسووا هذا الشيء ليش في الدوري بلاك مباشر واحد سالني قال كيف هم ليش يشتروا حسابات ليش يا شباب عشان مثلا واحد عنده مثلا حق مجال مطعم الطعام واحد عنده مطعم ما في ما عنده وقت يبني حساب عدد مشاهدينه كثير مثلا 6000 10000 متابع فايش يسوي يقوم يشتري حساب بسرعه وريح نفسه فلما انت تدخل حساب تلقى في 10000 متابع والناس قاعد يتفاعلوا معه المطعم معين نسبه الناس اللي حيشتروا من المطعم هذا حتزيد يا شباب اسمها سوشيال بروف هذا اثبات انه المطعم عليه رغبه عليه الناس اقبال عليه زي ما تشوف الحساب ده لو تشوف عليه شوف كم 40000 46000 فالمطعم هتلاقي حط هاشتاج حق المطعم او التاج ايوه هذا مثلا على هذا المطعم شايف كيف وتروح المطعم هو هذا ايش بيبني جدا سوشيال بروف اللي هي اثبات ان الموقع جدا قوي
هاي طريقة جدا بسيطة يا شباب، تقدر تستثمروا فيها، تقدر تحصلوا على دخل خاص فيكم زي ما تشوفوا. إذا وصلتوا مثلا عدد كبير فوق 100,000 متابع، تقدر توصل لأعداد كبيرة. زي ما تشوف هنا فوق 132,000 متابع يا شباب، 6,000 دولار. هنا يا شباب 1,000,000 متابع ب 11,000,000 دولار. يعني كل واحد من فيكم يقدر يوصل هذا العدد، بسيطة جدا تقدر توصلوا له بكل سهولة، بس يحتاج وقت واجتهاد منك تقدر توصل فيه للشباب. زي ما تشوفوا انا نفس الحركة اللي بدينا حدي دحين 2600 حلقة، كمان تفاعل نفس الطريقة. احتبني حسابك شوكب، جاني 79 شخص تقريبا 70 شخص وانا قاعد زي كده يا شباب، بس تابعتهم بعد وقفت، بعد الاقي هم قاعد يتابعوني مرة ثانية يتابعوني مرة ثانية يتابعوني. فزي كده الشباب جدا قوي اداء، حاول تستثمر فيها اذا تبي تدخل خاص فيك راس مال بسيط كده تحصل عليه واحدة مرة. انا بعت كذا حسابات وطريقه جدا فعاله، الموقع جدا جميل تقدر تستثمر فيه، انا مجربه وتقدر تربح منه مبلغ جدا كبير يا شباب. حاول انك تدخل في مجال معين، كونوا دقيقين يا شباب، تتشكلوا مثلا تحطوا مثلا على الحسابات عن البيوت، بعدين تخشوا في السيارات، بعدين تخشوا مثلا حيوانات، لا تخصصوا في مجال واحد وحاول انكم تستثمروا وقتكم واجتهادكم فيه، وبعد كده ايش تبدا ايش يزيد عندكم متابعين وتحصلوا على حساب جدا قوي وفعال، ناس كثير حيطلبوا يشتروا منك الحساب. وإذا في أي سؤال يا شباب حاولوا تعلقوا عليه في الكومنت تحت، إذا تبغوا عن موضوع معين نتكلم عنه في الفيديو القادم قولوا لي، وأتمنى لكم التوفيق وشكرا على المتابعة.